ايه موضوع سطلانة؟ سطلانة سطلانة كسرت الدنيا يا عم عادل. الاغنية دي قصتها ايه؟ اللي جاب الاغنية دي واخترعها المنتج والمخرج كريم السكي. ده الليلة بتاعت الموضوع. احكي لي من طقطق وسلام عليكم. احكي لك. بص، موضوع اغنية سطلانة ده بالظبط كده، كان عم احمد السكي بيعمل فيلم للفنان علي ربيع بعد الشر تمام، والفنان أسس، فطبيعي في اغنيه مثلا جوه الفيلم، فبيشوفوا بعد هم اغنيه يشوفوها يعملوها للفيلم، فممكن يكلم عم احمد مثلا او كريم حسن، ما تشوف لنا مثلا غنوه كذا بتقول كذا 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 مثلا، يعني الموقف بيقول كذا، او هم يجيبوا غنوه، او ليسي معاك غنوه ليسي كده، عشان احنا اولاد الشركه يعني اولاد عم احمد. فتمام، فانا جبت لهم على فكره، جبت لكريم اغنيه واثنين وثلاثه، قال لي لا مش دي اللي في خيالي. فبعد كده لقيت كريم السكي بيكلمني، قال لي ده انا معايا اغنيه حلوه جدا اسمها سطلانه. فالإفيه انا عجبني، قلت له سطلانه دي حلوه قوي بس لسه ما سمعتهاش. قلت له انت جايبها منين؟ قال لي ده هي بصراحه هاني محروس. انت طبعا عارف هاني طبعا المنتج الكبير، المنتج الكبير طبعا، ومهندس اخويا وصاحبي طبعا. هو عامل الغنوه دي مع مصطفى حسن، ده الشاعر وكريم الناس المعروفه. المهم عاملين الغنوة دي، وكانوا هاني محروس بعتها على تليفون علي ربيع تمام. فعلي ربيع مش ما بيهتمش يعني، فهم بيدوروا على الاغاني، فقال له اسمع كده كريم، كانوا قاعدين هنا في المكتب، اسمع كده كريم، انا هاني محروس كان بعت لي الاغنيه دي. فمين اللي جت في دماغه؟ كريم. قال له دي اغنيه دي جامده جدا، انا الافيه ده عجبني وهشتغل عليه. اشتغلنا على الايه، على الافيه. طب مين يغني يا جماعه؟ انا كل ده مش هغني خالص، انا مش هغني في الاغنيه خالص. انا نفسي اغني واطلع مع علي ربيع، يعني انا بقول لك الحقيقه، انا نفسي اطلع يعني، نفسي اظهر معاه في الفيلم تمام. وانا فاكر كل ده ان احنا هنعمل الاغنيه، والعلي علي ربيع اللي هيغني واسقص، ولا احنا بقى خالص، مفيش احنا خالص دي. فتمام، فالمهم قعدوا اتكلموا، واحمد عبد الوهاب المخرج بتاع الفيلم بالصدفه، وكمان هو اللي عامل مستر اكس اللي نازل ان شاء الله في العيد، قال ايه طب احنا هنجيب مين يغني؟ فقعدوا يفكروا، قلنا نجيب عم عبد الباسط حموده يغني، لان فيها كده كنكت بن تفوقني ما فقتش، دي لازم حد يقولها كده صوته مسلطن كده وبتاع، فعم عبد الباسط طبعا. فايه خلاص بقى الفكره فين؟ فعم عبد الباسط حموده. تمام، مين تاني يا جماعه يغني؟ لان ده مستشفى مجانين، فلازم كل واحد يقول كوبليه زي اسماعيل ياسين زمان، وكان كل واحد بيقول كوبليه كده. فقالوا هنجيب ايه؟ طبعا معانا محمود الليسي، تبع كده كده محمود الليسي هيغني، ابن الشركه. ابن الشركه يعني كده كده هو اصلا غني نفسه شركته. لا دي شركته يعني، بقى هيغني ولازم حسن. فكده بقى مين؟ لا مش لازم حسن دلوقتي، انا ايه بحاول ايه احط نفسي، انا مش ايه، انا بكلم بصراحه، احط نفسي اقول لسه هشوف هي رايحه فين الدنيا. وهاني محروس جاب قال لهم انا ممكن اجيب ايه عم حمدي باتشان تمام. فانا قلت له يا كريم السك، قلت له يا كريم الغنوه دي انا قاعد عليها، وانا اللي قاعد مصممها، وانا اللي بص بقى، انا اللي واخد الليسي من المهندسين في رمضان، عدينا على عم عباس حموده، خدناه من بيته، كان قاعد مستنين على القهوه من حدائق القبه، خدناه وطلعنا على فين؟ على الاستوديو عند احمد ام ساوند، لا عند هاني محروس، عند هاني محروس. ف وسجلنا الاغنيه، فقلت له لا يا كريم انا لازم اغني في الاغنيه. قال لي اه طبعا، ما انا كده حاطك يعني، شوف سبحان الله انا بحاول، بس كريم حاططني في دماغه، ما انت ابن الشركه هعمل ايه؟ ماشي لا، وكده عم احمد انت عارف عم احمد السبكي ده، وعملت الاغنيه. المهم ايه، وسجلنا الايه، وسجلنا الاغنيه. كنت متوقع حسن ان هي تبقى هتعمل، بص هفهمك بقى، احنا خدنا الاغنيه خلاص، هذه الاغنيه يا كريم يلا هنصور وبتاع مش عارف ايه، بعد 3 ايام بالظبط كان التصوير، اتسحرنا في رمضان وصلينا وبتاع مش عارف ايه، وابتدينا الايه، وابتدينا التصوير هنا في وزاره الزراعه، عاملين مستشفى مجانين وبتاع وسراير وعنابر وبتاع، وصورنا خلاص غنوه في فيلم وخلاص وتمام، ونجحت شويه بس الفيلم نجح حلو جدا في العيد.